ده على فعاليات حفل اختتام البطولة الوطنية العسكرية للكاراتي دو. هذه البطولة عرفت تنافسا وروح رياضية عالية، أين كانت النتائج كالتالي: والمرتبة الأولى تحصل عليها فريق قيادة الدرك الوطني، فيما عادت المرتبة الثانية لفريق الناحية العسكرية الخامسة، والمرتبة الثالثة تقاسمها كل من فريق الناحية العسكرية الأولى وفريق الناحية العسكرية الرابعة. التغطية لوليد مهاجري. أهنئكم وأهنئ أنفسنا على نجاح فعالية البطولة الوطنية العسكرية لكاراتي دو، وهذا بفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع الرياضيين والإطارات المشرفة على تنظيم هذه البطولة. أشرف هذا اليوم قائد المدرسة العليا للدرك الوطني بزيرالدا على فعاليات اختتام البطولة الوطنية العسكرية للكاراتي دو، هذه المنافسة التي شهدت روح رياضية جد عالية بين المتنافسين العسكريين. المجهودات المكثفة طيلة سنة كاملة بالإضافة إلى الدعم المتواصل للمدرب، دون أن ننسى الظروف التي وفرتها لنا قيادة العليا للدرك الوطني من أجل المشاركة في هذه البطولة. كان لي شرف وتحصلت على ميداليتين ذهبيتين صنف كاتا وكيميتي أقل من 50 كيلوغرام. نشكر الناحية العسكرية الأولى وكل من ساهم في إنجاز هذه البطولة. انطلقت بالقاعة الرياضية لمركب